so love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. الايفون ده جهاز زي الزفت، انا مش عارف ازاي الناس بتستخدمه. علشان مش بتفهم يا عبيط، الايفون ده جهاز مفيش منه اتنين، مفيش اي موديل تاني يشبهه، انت اللي مش بتفهم. ده بيكره الايفون وده بيحب الايفون، ده شايف فيه كل عيوب وده شايف فيه كل مميزات. طيب ده معاه حق ولا ده اللي معاه حق؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا من تاني على قناة حقيقة فدية وبرنامج عالم المحمول. النهاردة هنشرح لكم مميزات وعيوب الايفون، وليه ناس كتير بتشتري الايفون وليه ناس كتير مش بتحب الايفون. أولا هنبدأ بمميزات الايفون. رقم واحد، الشكل والتصميم. يعتبر الايفون من الهواتف ذات الشكل والتصميم والأناقة العالية جدا، والتي لا يشبهها الميزة دي ولا اي موديل تاني او موديلات ضعيفة جدا تشبه الايفون في الخاصية او الميزة الجامدة اللي فيه دي. رقم اثنين، سرعة اداء الجهاز، وهو تقريبا الايفون يعتبر اسرع جهاز في الاداء، يكمن في بساطته والخاصية الشهيرة اللي فيه هي ايه؟ تطبيق لكل وظيفة. رقم ثلاثة، سرعة تصفح الانترنت، ان الايفون من اكتر الهواتف سرعة في تصفح الانترنت، حتى الموديلات التانية اللي بتبقى فيها معالجات او معالج اسرع منه بيبقى الايفون اسرع منها. كفايه بس ان الايفون بلمسه واحده بتتحكم في الصفحه وتصغرها وتكبرها زي ما هو موضح قدام حضراتكم على الشاشه. رقم اربعه، استجابه الشاشه لللمس، ودي اكبر ميزه صنعت الفارق بين الايفون والموديلات التانيه، لان شاشه الايفون من نوع اللي هو اسمه كاباسيتيف، واللي هي سريعه الاستجابه، والتي تمتلك تقنيه اللمس المتعدد، التقنية الكويسة والخطيرة جدا جدا جدا. عشان كده سرعة استجابة الشاشة في الايفون من اسرع الموديلات اللي اتعرفت، بين هواوي وسامسونج وانفينكس والموديلات دي، الايفون طبعا عليها واول موديل فيهم. رقم خمسة، صوت الايفون في سماعة الاذن. صوت الايفون في سماعة الاذن بيكون عالي جدا جدا جدا، الصوت بيبقى عالي وصافي، وافضل شغل للMP3 هو الايفون، ان الصوت بيبقى عالي جدا وصافي ومفهوش اي دوشة. طيب نيجي لعيوب الايفون. اول عيب من عيوب الايفون وهو سعره مرتفع جدا 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 لو قارنته باسعار التليفونات التانية، ولذلك بتلاقي مش كل الناس بتشتري ايفون. يعني الايفون ده ناس معينة اللي بتشتريه، اللي بتبقى مرتاحة ماديا شوية، بالذات الايفونات اللي هي يعني نزلت حديثة، اللي هي مثلا من الاكس وفوق، اكس اكس ار، اكس اس، اكس ماكس، 11 برو، الايفونات اللي هي طلعت جديدة باسعارها غالية جدا جدا جدا، عشان كده في بعض الناس مش بتقدر تشتريها وتبقى صعب عليها ماديا شويه. رقم اثنين، القيود اللي بتفرضها ابل على ايفون، اللي هي ايه؟ يعني الايفون مثلا ما يستلمش او يرسل لاي حاجه غير ايفون بس. بلوتوث مثلا فيه ملهوش لازمه غير انه يشغل سماعه البلوتوث فقط، ما فيهوش غير خاصيه الاير دروب اللي هي مثلا من ايفون لايفون تبعت منها صور بس. تنزيل الاغاني او تغيير الرنه او تغيير نغمه الرساله، لازم كل ده بيبقى من على ايتونز على اللاب او على الجهاز نفسه. مش هينفع تتعامل مع الايفون بشكل تلقائي انك تغير الرنه مع نفسك وكده، لا، لازم برنامج الايتونز اللي هو بيبقى على الكمبيوتر بتاعك او اللاب بتاعك بتوصل الايفون بالجهاز وتغير النغمات او نغمات الرسائل او تضيف اغاني او تضيف فيديوهات، لازم بيبقى من على الكمبيوتر، فبيبقى صعب شويه. كاميرا الايفون، كاميرا الايفون بتبقى بدائيه جدا جدا جدا، ولا تدعم، يعني مش بتدعم تصوير الفيديو غير اللي هي 3 دي اس بس، وجودة الصورة فيها ضعيفة جدا، بتبقى 2 ميجا بكسل و3 ميجا بكسل في 3 جي اس. بطارية الايفون، بطارية الايفون ضعيفة جدا جدا جدا، يعني لو لسه انت مشتري ايفون جديد وشغلك تقيل عليه شوية ممكن البطارية بتاعته ما تاخدش غير يوم معاك وما تكملش اليوم التاني حتى لو الجهاز جديد. فبطارية الايفون عيبها الوحيد انها ضعيفة جدا جدا، ومش زي بطاريات باقي الموديلات. صوت الايفون ضعيف جدا جدا جدا، صوت الخارجي، صوت الرنة بس،
يمكن عملوا له تعديل في الموديلات اللي هي الجديده من الاكس برضو فوق، انما في ال7 وال6 وال6 بلس وال8 كان صوت الايفون ضعيف شويه. دعم صيغ محدوده للصوت والفيديو، يعني ايه؟ يعني في الصوت ما يدعمش غير ام بي 3 وفي الفيديو ما يدعمش غير ام بي 4. اكتر عيب واخر عيب معانا في الايفون وهو عدم دعمه خاصيه انتظار المكالمات. يعني ان لو انت بترن على حد وهو انتظار، الايفون ما يجيبلكش انتظار ابدا، بحيث ان الشخص اللي انت بترن عليه تفضل ترن 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 لحد ما يحس ان الشخص ده يحس ان انت غبي، فيرن عليك ويقول لك يا عم انت مش شايف انما انتظار. طب الايفون مش موضح لك الشخص ده انتظار ولا مش انتظار، وده بالنسبه لي انا يعني اهم عيب في الايفون. مش عارف ازاي شركه ابل بحجمها ده كله مش مصلح العيب اللي في الايفون ده، انه لازم تظهر عندك خاصيه انتظار المكالمات لو انت بترن على حد والحد ده بيتكلم في التليفون. دي كانت اهم مميزات وعيوب الايفون معانا. يا ريت نكون افدناكم في الفيديو، ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه علشان نكمل، واستنونا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.